نحن نجاح مستمر الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى وجهود الفريق كلهم. فمثل ما تلاحظون هذا الثالث تسليم نسلمه خلال اسبوع او اسبوعين، ثالث تسليم وان شاء الله تسليمات مستمره لنهايه السنه. وهذا اللي دائما نطمح له في بالاطين، ان نكون سباقين في تسليم المشاريع، في التشطيبات، في كل شيء قدمه ووافق السوق اليوم.